One. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أصدقائي وأحبائي في هذا الدرس الجديد على قناتكم طريق المحترف. اليوم إن شاء الله أعطيكم بكود جديد لتطهير حسابات الفيسبوك، لكن أريد التوضيح نقطة مهمة. أن هذا الكود يقوم بتطهير سواء الحسابات الجديدة، سوف نقوم باختيار هذا الحساب. سوف طبعا هذا حساب جديد سنقوم بالتجربة عليه. الإبلاغ عن المشكل كما في كل حلقة، هنا سنقوم بوضع هذا هو الكود، سأتركه أسفل هذا الفيديو ونقوم بنسخ رابط الضحية. أربع مرات بالضغط على هذا الخيار، تضمين لقطة شاشة من بلاغي. حسنا، ثم إرسال. سأحدد المنتج غير ذلك، ثم الإرسال. حسنا، سوف نقوم بالإبلاغ. الإبلاغ عن هذه الشخصية يتم مشاركة منشورات غير مناسبة وعدوانية. والله جنسي. تقديم إلى الفيسبوك للمراجعة. حسنا، قم بالإبلاغ مرة ثانية، استيراد أو إغلاق هذا الحساب. إغلاق هذا الحساب. حسنا، بهذه الطريقة أصدقائي بنكون وصلنا إلى نهاية شرحنا في هذه الحلقة، وأترككم في رعاية الله.